بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في السيف جيلري الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي. حضراتكم جايبين لكم عرض في السيف جيلري إن شاء الله 60%. كل الحاجات اللي أنا صورها لكم دي عليها خصم 60%. دي يعتبر زي إيه؟ زي آخر قطعة كده اللي احنا متعودين عليها، بس بدل 70% السنة دي عاملين 60%. انا اشتريت منهم يا جماعه القلايات دي، القلايات دي حلوه جدا اهي، هي من السيف جيلري. يعني دي مثلا اللي هي مقاس 30، دي مقاس 30 دي كانت ب 99، يعني يقولوا متر ريال. خدتها على يعني 39 ريال ونص، عليها خصم 60%، يعني 39 ريال ونص قطعت عليها، يعني قولوا 40 ريال كده. دي مقاس 30، هي كانت ب 99 عليها خصم 60%. او اي جديد في السيف جيلري بصوره لكم، وان شاء الله التخفيضات عشان كلنا نستفاد منها قلت اصورها لكم تاخدوا فكره عنها، واللي نفسه في حاجه او محتاج حاجه يلحق بسرعه قبل ما الحاجات دي تتشال بسرعه. هدركم في نوعيه برضو تاني من القلايات، والله من كتر الفرحه اللي انا فيها مش قادره يعني ايه اجمع. دي برضو ب 76 عليها خصم 60%. يا جماعه التخفيض بادئ 60% على الحاجات اللي هي زي اخر قطعه كده اللي احنا متعودين عليها، يعني كل الحاجات دي عليها 60%. كل اللي انا بصوره لكم ده ان شاء الله عليه 60%. هنا شوك وسكاكين عليها 60%، قصدي شوك ما شاء الله قيمة جدا وفخمة جدا على خصم 60%، والاستلس بتاعها نضيف جدا، يعني شغل فنادق من الاخر. يعني دي ب 38 ريال على خصم 60%، كلهم دول عليهم خصم 60% يا جماعة. شوفي فضي في ذهبي، وهو فضي في ذهبي، الشوك جميلة جدا ما شاء الله، بس للأسف مش عاملين على معالق، المعالق مش عاملين عليها اي 60% يا جماعة، خصم 60% على كل شيء، خصم 60%. كل الحاجات دي اللي هي يعتبر زي اخر قطعة كده، تصفية اخر قطعة، على خصم 60%. ما شاء الله هنا فيه زي حافظات طعام كده، لانش بوكس كده اهو، بس مش مكتوب عليه السعر. اشوف له كان ب49، ده استلس عليه خصم 60%. هنا البولات دي مكتوب عليها 5 ريال، يعني دي لما تكون 5 ريال وعليها خصم 60%، شوفوا بقى تطلع بكام اهي، عشان محدش يقول انتي كدابة. اهي 5 ريال، اهي مكتوب 5 ريال يا جماعة وعليها خصم 60%. اهي يعني ما شاء الله، يعني شوف بقى الواحدة هياخد له كام واحدة، يعني 60% هتطلع الواحدة بكام؟ ب2 ريال يا بلاش، واستلس اصلي اهو 60% يا جماعة، وفيها الحجم الكبيرة اهي ب8 ريال. والله بتنفع يا جماعة، الاستلس ده بينفع في كل شيء. هنا مقشرة اهي كانت بكام؟ ب19 ريال، عليها خصم 60%. انا بجيب لكم بعض الاشياء، يعني بدكم فكرة على ايه اللي عليه تخفيض. كلهم دول عليهم تخفيض 60% يا جماعة اهو. الادراج للحفظ دي 60%، دي القلايات الصغيرة دي على قد بيضة او لطشة الملوخية يعني وكده، دي ب19 ريال، عليها خصم 60%. وفي نوعية تانية من القلايات اوريها لكم، انا اسفة يعني انا بصور كده، والله فرحانة فرحانة عشان الناس تستفاد، اقسم بالله ما شاء الله. دي برضو حلوة اهي وتقيلة ما شاء الله، واليد بتاعها استلس اهي، وفيها توزيع حرارة جميل جدا. دي بكام؟ ب69 ريال اهي، على خصم 60%. اهو يا جماعة هنا في الواح تقديم اهي، او الواح تقطيع اهي، اشكال كتيرة من الواح التقطيع
ب26 ريال، تقيلة جدا ما شاء الله. ودي زي ألواح التقطيع الأصلية، دي بكام؟ ب8 ريال، عليها خصم 60%. يلا اللي عايزة تجهز بناتها يا جماعة زياني كده، ان شاء الله هناخد منهم ان شاء الله فرصة يا جماعة في السيف جلر. وحاجة السيف جلر بصراحة جميلة بالنسبة للأدوات المنزلية بالذات يعني. اهو في برطمانات اهي 60%، يعني البطرمان ده طقم ده ولا ايه؟ ده طقم، ده بالطقم يا جماعة. هنا الفتحات دي برضو حلوة، الحاجات الرفيع دي بتنفع يا جماعة، دي منها فتاحة ومنها قشارة جميلة برضو ب13 ريال. شوفوا بعد الخصم 60% تطلع بكام. هون اهو، هون خشب جميل. انا بديكم فكرة وان شاء الله هاجي اصور كل شوية يعني ان شاء الله. يعني المهرجان الاصلي الاصلي التخفيضات هتبدأ ان شاء الله يوم 15/6، يوم الثلاث الجاي ان شاء الله. التخفيض الرسمي في السيف جلر هيبدأ ان شاء الله يوم الثلاث 15/6، بس دول بدأوا فيهم بدري عشان دول تصفيات اخر قطعة، ولسه في حاجات كتيرة بيعملوا عليها تخفيض ان شاء الله ان شاء الله. 60%، 26 ريال دي على 60%. الاستانلس بصراحة الاصلي الواحد ما يسيبوش اهي، عليها خصم 60%، بس مش مكتوب عليها السعر. دي كل حاجات حلويات اهي، الناس اللي هي بتعمل حلويات. انا خايبة في الحلويات، انا خايبة في كل حاجة الحمد لله. اهو يا جماعة دي برضو للحلويات، اشكال اهي وشوش. هنا كاسات اهي، فناجيل قهوة شفافة 60%، 60% اهو، كلهم دول فناجيل قهوة عربي عليهم خصم 60%. يعني الطقم ده كان ب53 عليه خصم 60%. والله فرصة يا جماعة، شوفوا الشكل ده جميل جدا، 12 فنجال قهوة عربي عليهم خصم 60%. انا بفرجكم يا جماعة عشان تيجوا. والله انا جاية بالصدفة كده سألتهم، قالوا في رف رف كام رف كده عاملين عليهم تصفيات 60%. كل الترامس دي عليها خصم 60%. ما شاء الله الترمس ده تقيل جدا وجميل، وياما صورناه. ده سعره الاصلي كان كام؟ ده كان ب59 عليه خصم 60%، يا بلاش. والله العظيم فرصة، فرصة لا تعوض. كل الترامس دي عليها خصم 60%. وفي داله ايه، داله استانلس برضو عليها خصم 60%، بس مش عرضنا، هي محطوطه جوه الكرتون. عايزين نوريها لكم برضو الحاجات اللي من التراس دي بتبقى جميله. نفتح كرتونه ونوريها لكم اهو. في منها الذهبي، هي سعرها 106 عليها خصم 60% اهي. هفتح لكم واحده واوريها لكم ان شاء الله، بس انا بصور لكم بس كده اهو. الدلع على الخير كفاعلون، وانا بحبكم تستفادوا، بدور على التخفيضات باي طريقه. والله العظيم بلف وادور عشان الاقي لكم حاجه عليها تخفيض، عشان احنا يعني ايه زي بعض، كل الناس بتدور على حاجه فيها تخفيض. دي ب27 ريال عليها خصم 60%، ما شاء الله. وهنا في ترامس، ترامس اهي حلوه برضو صغنطوطه. ده بكام؟ ده كان ب43 على خصم 60% الترمس ده. انا اسفه يا جماعه لو التصوير مش واضح، انا بديكم فكره بس ايه الحاجات اللي عليها خصم اهي. الدلات اهي اللي احنا كنا بنقول عليها، ده طلعت ما شاء الله تقيله، طلعت ترمس مش دل، بس ايه زي نيكل كده ما شاء الله، جميل جدا اهي. كلهم دول عليهم خصم، الترمس ده على خصم 60% اهي، ما شاء الله. اهي بجيبها لكم من بعيد، في حاجة تانية نسيت اصورها في الرف ده، هصورها لكم برضو ان شاء الله. هنا بقى دول برضو عليهم خصم 60%، دي كلها اطقم توابل. دي تصفيات يا جماعة، دي تصفيات، مش هنقول غير تصفيات، دي تصفيات اخر قطعة، تصفيات اخر قطعة في السيف جلاري.
اللي هي كانت 70% خلوها 60%، زودوها نقصوها 10%، مش مشكلة ما فرقتش يعني. ايه كل دي قطقم توابل، سيراميك وازاز، ملحات، مزايت. حلو الشمعدان ده، شيك جدا وجميل جدا. هنقل اللي هياخده ده كان ب139 ريال على خصم 60% اهو. ما شاء الله الكوت اللي بقى مزيتات ملحات اهي. هنا دول برضو لسه بيرصوا فيهم، عليهم خصم 60%، الطقم مكملش يعني. ودول برضو ده طق قطقم، كلهم دول عليهم خصم 60% اهو. ودول برضو عليهم خصم 60% يا جماعة، هم عليهم خصم بس لسه الأسعار ما اتحطتش. أنا جاية بالصدفة كده، هما اللي قالوا لي في رف إيه عاملين عليهم تخفيض 60%، وأنا نقيت شوية حاجات وهحاسب عليهم وهوريه لكم إن شاء الله. لو روحت البيت هوريه لكم عشان تصدقوني. أهو 60% أهو، كلهم دول عليهم خصم 60%. أشكال جميلة جدا، ضيافة، طقم ضيافة جميل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اهو منه الذهبي ومنه الفضي، اللي هو ايه 6 استكانات، ودي تمرية اهو ما شاء الله. او تنفع مبخرة، تحط البخور ممكن اهو. حاجات جميلة جدا ما شاء الله. ده الفيديو هي دول حلوين جدا، الطقم ده حلو جدا. ومش عارفه يا جماعه بقى هم ايه، لو حاجه ناقص او كده بتاخدوا تخفيض ممكن فوق التخفيض، ممكن ممكن، عشان انا شايفه في برطمانين من طقم التوابل ده مفهوش الغطيان بتاعته، عشان احنا متعودين منهم على كده يعني، ان لو في حاجه ناقصه بتاخدوا تخفيض فوق التخفيض. يا رب يكونوا صادقين ان شاء الله. او الطقم ده برضو حلو، تستلس ده ولا السيراميك ولا ايه؟ السيراميك اهو. في لسه حاجات تانية هصورها لكم، انا بديكم فكرة بس ايه اللي عليه تخفيض اهو. والله يا جماعة والله العظيم بتبسط لما بلاقي حاجة عليها تخفيض كويس، عشان كلنا نستفاد. معلش يا جماعة انا غلطت في حاجة، في حاجة انا صورتها وقلت عليها تخفيض وطلعت معلهاش تخفيض، هوريها لكم عشان ايه ما تزعلوش. للأسف الشديد دول ما طلعش عليهم تخفيض لسه، دول انا افتكر عليهم تخفيض وللأسف طلع مش عليهم تخفيض. دول عشان ايه ما حدش يقول ان انت ايه ضحكت علينا. لسه مكلمة المشرف وقال لي لا دول محطوطين كده بس مش عليهم تخفيض اهو. ممكن يتحط عليهم تخفيض بس في اللي هو ايه يوم 15/6 اهو. دول مش عليهم تخفيض للاسف، اللي هم الجزء ده مش عليه تخفيض اهو، عشان لو شفتوا الفيديو انا في الاول قايله عليه تخفيض طلع ما عليهمش تخفيض. دول اللي فعلا عليهم تخفيض، ودول اللي عليهم تخفيض اهو، وكلهم دول عليهم تخفيض اهو. شنط ترامس اهي عليها تخفيض ما شاء الله. شنط ترامس قيمة جدا، الحاجات دي بتتشال بسرعة بصراحة يعني. اهي كل الشنط دي عليها تخفيض، دي صواني كيك، وانا خايبة في الكيكة، عمر الكيكة ما ظبطت معايا ابدا. هنا دي والله حلوة برضو، بتاعت البيض جميلة جدا، واكريليك جميل، بتشيل كم بيضة دي ب37 ريال. دي منظمات للبيض حلوة، منظمات بيض حلوة اهي. دي والله بشوفها على اليوتيوب، على حاجات جميلة. دي قوالب كيكة اهي 54 ب53 قصدي، كلهم دول عليهم تخفيض اهو. حتى الكاسات دي عليها تخفيض، كاسات الشاي دي ما شاء الله جميلة،
على تخفيض اهي. سألت على كاسات كتيرة تخفيضات اهي يا جماعة، كله ده عليه تخفيض. الكنكة دي عليها تخفيض، شكلها حلوة اهي، ب43 ريال، عليها تخفيض 60%. دي بتاعت الخبز اهي، جميلة جدا اهي، دي برضو عليها تخفيض، ان هي عالية فوق ب174 ريال، عليها تخفيض 70%. هنا حافظات طعام اهي، برضو عليها تخفيض. هو طقم باين ولا ايه؟ دول حافظات طعام عليهم تخفيض، انا مصورتهمش اهم، بس مش عليهم السعر اهي. هنا دي برضو تعتبر حافظة خبز، 108. هنا طقم السكاكين ده ما شاء الله قيم اهو، عليه تخفيض برضو، كان ب46 ريال، عليه تخفيض، تقيل جدا ما شاء الله وقيم جدا للمطبخ. وهي بتاع تحته خشب، هو ناقص له حاجه ولا ايه؟ اهو هو شكله كان ناقص له مقص يعني، نفرجه لكم اهو، لونه بامبي حلو، حلو بامبي ده. اهي السكاكين بتاعته اهي ما شاء الله، ومكتوب عليها السيف جيلري، مكتوب عليها السيف جيلري اهي، اهي جميله، وزي السيليكون كده اليد بتاعتها سيليكون، وعليها فصوص اهي، عليها خص 60%. القلايات بجميع انواعها بجميع مقاساتها اهي، ايه يا جماعه، فرصه والله، 60%. ايه في سكاكين صفر اهي، عليها خصم 60%، تقيله جدا ما شاء الله، قيمه جدا، وعليها السيف جيلري ب37 ريال، عليها خصم 60%. وفي حاجات ب18 ايه، يعني اللي يدور يلاقي اي كده. نختم هنا بقى عشان كده الفيديو هيطول عليكم. هنا في الهوندا هقول لكم بكام، مش مكتوب عليه سعر، بس هو شكله اهو يا جماعة، شكله اهو قيم جدا، كان ب54 ريال، على خصم 60%. الشوك اشكال كتير، اشكال كتيرة جدا ما شاء الله. اهو دول مش عارفه انا صورتهم ولا لا. الكنك اللي هو اللي ده ب32 ريال، ب14. الاستكانات اهي خصم 60%، 60%، 60%، 60%، افضل اقول 60% كده. في مجموعه ترامس جميله والله يا جماعه ورخيص اهي. نختم هنا ان شاء الله كده. ايوه دول ما صورتهمش، دول برضو عليهم 60%. تحت البيت ده عجباني قوي، 37 ريال، شيل كام بدل اهو، دول برضو عليهم خصم 60% اهو. ولسه في حاجات تانية بس هما لسه بيعملوا فيها يعني، اطباق تقديمات شكلها حلو برضو، على دي ب28 ريال اهي. دي يا جماعة ماركة تركي.
الواحدة بكام؟ ب57 ريال على خصم 70%، 60% قصدي. يا جماعة غالية دي، بتحط عليها الحاجات السخنة، كانت ب19 ريال. اهي دي، دي مش سنة، معرفش ايه دي اصلا، اللي يعرف يقول يا جماعة ايه دي. صندوق، صندوق شاي خشب خيزران 3 خانة، دي صناديق تحط فيها التوابل والحاجات. ازاي مش عارف. هنا في معالق اهو، نختم هنا عند الحاجات دي. نشوفكم ان شاء الله في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اسفة يا جماعة لو طولت عليكم، من فرحتي مش قادرة. انا اصور لكم بقية الحاجات ان شاء الله. شجعوني يا جماعة وحطوا لي لايك واشتركوا في القناة. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.